تفضل. في دور قال عنده دليل على انه الانسان يا شيخنا يعني في كلامهم بيجونا بالناس بيقولوا ده جهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اي ده ما جهده ليه؟ سؤال جميل، نعم سؤال طيب جدا يا عمنا، ليه ده ما جهد الرسول ولا ده طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام ركز في الإسلام وكل الأنبياء وكل الرسل قبله ركزوا على حاجة واحدة هي أهم حاجة في الدين، بعد ذلك تكلموا عن الصلاة والصيام والوضوء كده، أهم حاجة التوحيد، إنك ما تدعو الشيخ، ما تمشي القبة، ما تتسف تراب، ما تتوكل على غير الله، ما تلبس حجاب، ده الرسل كلهم ركزوا عليه والقرآن قال كده. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو القباب والشيوخ والموت اللي بيعبدوا دول الطواغيت. فجماعة التبليغ دي الكلام ده ما بيتكلموا فيه أبدا، وجيبهم قول له هاك الميكروفون، بديك السؤال، قول له هاك الميكروفون وتكلم لنا في الشرك في القبب دي، تكلم ورينا صح ولا غلط. ما بيقدر، بيقول لك اوريك، بيقول لك شنو انا الكلام ده يوم بقوله، لانه انا بناقش فيهم وبناظر فيهم قريب 20 سنة من الليلة، فبيقول لك دي امراض الامة، ما تتكلم في امراض الامة، ما تتكلم في الشرك، لانه يقول لك دي الناس بينفروا، الرسل كلهم يتكلموا في الشرك ده. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فاي رسول، اي رسول عليهم الصلاه والسلام بما فيهم امامهم وسيدهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده كان موضوعهم يا جماعه، التوحيد والنهي عن الشرك. اخر ايام مات فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، قال شنو في مرض الموت؟ خلاص قال لعنه الله على اليهود، بحذر من القبب والمساجد اللي فيها قبور دي ذاتها، لعنة الله على اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أنا داري جماعة التبليغ يتكلموا في الكلام ده، وهل حصل سمعتم نهوا الناس عن الشرك وعن عبادة القبب والأضرحة؟ ما ولا هتسمعهم، ليه؟ لأنهم ذاتهم صوفية، ومسجدهم الأول في العالم، أكبر مسجد لهم بيتجمعوا فيه بالملايين، بالملايين البشر بيتجمعوا من جميع العالم، بيجوا من الوطن العربي وافريقيا واوروبا واسيا والهند، وين وين بيتجمعوا في ده الهدي في المسجد ده، 6 طوابق فيه 6 قبب بيعبدوهم ذاتهم من دون الله. فما تتغش يا اخواننا، كلامي ده كله لو ما عرفته، انا بسالك سؤال، هل الرسول كان يتبع لحزب جماعه التبليغ؟ لا، اذا ما صح. لو كان صح كان الرسول قال انا تبليغي، لو كان الصوفية صح كان الرسول قال أنا تجاني صوفي أو قادري أو سماني أو أتبع للطريقة الفلانية، ده لو كان صح. وإلا اللي بيقول الطرق والجماعات دي كان تبليغ ولا صوفية ولا قادرية ولا غيرها، اللي بيقول دي صح نقول له إذا في حاجة صح الرسول ما عرفها، أنت عرفتها. والكلام ده بيستغيب؟ لا ما بيستغيب. إذا كانت خير الطرق والأحزاب دي تبليغ ولا غيره؟ إذا كانت خير ليه الرسول ما عرف الخير ده صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما ورانا الخير ده؟ جاوبوني. اذا ما صح احنا ما قلنا لا نتناقش كده، دي نتناقش كده ان شاء الله للصباح، خلاص وانتم ان شاء الله فيكم الخير ودارين تستفيدوا، لكن النقاش ده بيخلي المعلومه ما تتنسي ثاني.